أستاذ تفضل. خيري. نعم. أبو سامح. نعم. أنت من الأوائل الذين شهدوا نهضة التعليم. نعم. وقبل نهضة التعليم أنت من الرواد الذين أصبح لهم دور كبير جدا في تأسيس منظومة التعليم معنا في عمان. نعم. فلربما هذا اللقاء محاولة لتوثيق تلك الفترة. نعم. ومعرفة الأحداث المرتبطة بالتعليم في عمان. نعم. فهل تحدثنا عن مسيرة التعليم في ذلك الوقت والظروف التي واتت التعليم في ذلك الوقت؟ الحقيقة في هذاك الوقت كان التعليم تعرف كان يعني في عندنا مرحلة ابتدائية فقط، يعني من الصف الأول الابتدائي حتى الصف السادس، وكانوا المعلمين كمان يعني كان في 5 معلمين أجانب، وكان معلمين عمانيين منهم الأستاذ أحمد سالم والأستاذ عبد الله بن سيف الكندي والأستاذ عبد الله بن صخر العامري. مدرسين الخمسة هم كانوا طبعا من فلسطين، معظمهم يعني أكثرهم من فلسطين، وكان مدير المدرسة في هذاك الوقت كان أستاذ علي القاضي. أي مدرسة كانت؟ في السعيدية بمسقط، مدرسة السعيدية بمسقط. هذا من عام 1956. في العام هذا كان عام 1956. نعم، عام 1956. وكان في هذاك الوقت الحقيقة كان في طلاب، يعني المدرسة ما تتسع للطلاب لأنه كان الإقبال عليها شديد، كان يوصل الصف الأول والصف الثاني الابتدائي والثالث تقريبا أكثر من 60 طالب في كل صف. وكان الحقيقة شوي في صعوبة يعني لأنه العدد كبير، صحيح الحصة كانت تقريبا 45 دقيقة وكانت تقريبا كنا ندرس من فترة واحدة من الصباح من الساعة 7:30 لغاية الساعة 1 بعد الظهر، الساعة 1 بعد الظهر. والطلاب اللي كانوا يتخرجوا من عنا في هذاك الوقت من الصف السادس الابتدائي طبعا ما فيش عنا مرحلة إعدادية، فيروحوا يتابعوا تعليمهم في دولة البحرين أو الكويت في الدول المجاورة للسلطنة ويتابعوا تعليمهم ويكملوا تعليمهم، البعض ما كلهم المقتدرين على متابعة التعليم فيروحوا يتابعوا تعليمهم، وفي منهم كثيرين يعني الحمد لله كانوا يعني من الأوائل كانوا يحصلوا على درجات عالية ويحصلوا في البعض في مجال الطب والبعض الآخر في مجال الهندسة، والحمد لله يعني كانت يعني في هذه المرحلة مع هذا كله. وكانت عمان في ذلك الوقت يعني حتى طرقات ما في، شوارع ما في، موانئ ما في، مطارات ما في، يعني ما تحسنت عمان إلا بعد مجيء جلالة السلطان قابوس. بعد ما جئ جلالة السلطان فتح المدارس وفتح طرقات شوارع، يعني عمان أصبحت يعني تتقدم سنة بعد سنة كله بفضل جلالة السلطان. حقيقة يعني سهر على عمان وقدم لعمان اللي يعني بقدر استطاعته. الحقيقة عمان يعني نهضت من ذلك الوقت يعني من عام 1970 وفتح المدارس وانتشرت المدارس في كل أرجاء عمان خلال سنوات قليلة، ومن ذلك الوقت التعليم تقدم وفتحوا الثانويات وبعدها فتحوا الجامعات وأصبح في عمان جامعات الحمد لله، والطلاب يدرسوا ويكملوا ويتابعوا تعليمه في الثانوية وفي المرحلة الجامعية في عمان. وبعض الطلاب يعني إذا كان في طلاب الأعداد أصبحت أعداد كبيرة، يتخرج كل سنة آلاف من الطلاب فيبعثوهم بعثات للخارج. يعني الحقيقة عن الدولة ما قصرت أبداً جلالة السلطان
يعني قدم للتعليم اللي قدر يعمله الحقيقة، فالطلاب يتابعوا تعليمهم، يروحوا للبلدان برا يتابعوا درجتهم في مصر، في الأردن، في بريطانيا، في أمريكا، والحمد لله أصبح يعني عندنا طلاب متعلمين ومثقفين، واللي عنده شهادة هندسة، واللي عنده طبيب، واللي البلد الحمد لله. أي طبعا أيضا أبو سامي، من أين كان يأتي الطلاب؟ هل كانوا فقط في مسقط؟ الذين كانوا يعيشون في مسقط ومطرح وهذه الأماكن؟ لا، كان يجي في البداية في عام الخمسينات، قبل ما يفتتحوا المدارس في قبل السبعين، طلاب مسقط وبعض الطلاب من مطرح، بس الأكثر طلاب هم من مسقط، لأن المدرسة ما فيها فقط 6 فصول، ما تتسع لأكثر من هذا العدد. عدد طلاب المدرسة كان تقريبا حوالي 320 طالب في 6 فصول، 320 350 تقريبا. وهل تذكر من بين طلابك الذين تفتخر بتعليمهم أو يفتخرون بك عندما يسمعون عنك؟ والله شو بدي أعدل لك الحقيقة، لأنه كان كل سنة يتخرج مننا فوج من الطلاب، منهم أولاد مرحوم السيد طارق، سيد هثم، وسيد أسعد، سيد إشهاب، وسيد سيف الله يرحمه، وسيد بدر بن سعود بن حارب، كثيرين كثيرين طلاب. هؤلاء درستهم؟ نعم، في تلك الفترة. نعم نعم نعم. وبالنسبة للمناهج أبو سامي، في البداية المناهج كانت من لبنان، من 56، من 56 كانت المناهج لبنانية، والمنهج كان قوي جدا حقيقة. كان يعني الطالب يتخرج من الصف السادس، فكان يعادل بهذاك الوقت تقريبا إعدادي، إذا ما كان أكثر كمان، لأنه لما يروح يتابع دراسته يروح على ثاني إعدادي أو ثالث إعدادي، ما يروح أول إعدادي. فكانت المناهج قوية والدراسة كانت ممتازة الحقيقة في هذاك الوقت. ومتى تغيرت؟ تغيرت بعد اللبنانية، بعد السبعين، بعد السبعين، بعد عام 70 تغيرت المناهج. أصبح أول أخذوا منهج البحرين أعتقد، بعد 70 أخذوا منهج البحرين ومشوا عليه فترة، وبعدين تغير، غيروا المنهج وجابوا جماعة درسوا المناهج وعملوا منهج خص سلطنة عمان، وهذا المنهج اعتمدوا وصاروا عليه. ألم يدرس منهج قطر؟ هم منهج قطر، قطر وليس نعم. البحرين؟ لا لا، قطر فعلا. قطر نعم. نعم، خانتني أنا العياء، منهج قطر وليس البحرين. نعم، منهج قطر، هو منهج قطر كان. وبالنسبة لي تلك الذاكرة، كانت السكنة بالنسبة لسكناكم في ذلك المكان، نعم، هل كنت في مسقط أم كنت في خارج مسقط؟ في عام بالخمسينات نعم كنت في مسقط، في بيت القشلي، في سكن بيت القشلي، نعم، يسموه بيت القشلي داخل الصور، الآن هو أصبح تابع للقصر. نعم، قرب مسجد الزواوي، إذا تعرف مسجد الزواوي. نعم، في ذلك المكان. نعم، في ذلك الوقت، في ذلك المكان. وبالنسبة لي الوضع، وضع التعليم بعد مرحلة السبعين، نعم، انت طبعا كنت في كمدرس ثم بعد ذلك، نعم نعم، ما هي التسلسل الوظيفي الذي وصلت اليه ثم تقاعدت؟ نعم، انا الحقيقه بقيت اعمل مدرس حتى عام 81. 81 عملت مساعد مدير عام 80 او 81 تقريبا سنه، وبعدين عينت مدير مدرسه سنة واحدة في المدرسة السعدية المسائية، وبعدين نقلوني إلى درسيت، وبيت في درسيت فترة تقريبا حوالي 10 أو 12 سنة في درسيت، حتى تقاعدت عام 1991، يعني تقاعدت في أول 92. نعم. كيف كان وصولك هنا إلى عمان؟ كيف أتيت إلى عمان وبدأت في التعليم؟ الحقيقة أنا جئت من لبنان، تعاقدت مع البريتش كونسل في بيروت،
قدم وقتها لبريتش كونسل وضع إعلان، وأنا تقدمت بطلب وعملت مقابلة معهم، وتم تعييني من عن طريق البريتش كونسل، وبعدين اجينا لعمان عن طريق البر. طلعنا من بيروت، جينا الى سوريا بالبر عن طريق البر. بهذاك الوقت ما كان في طائرات، ومن سوريا الى العراق الى بغداد، ومن بغداد الى البصرة، ومن البصرة ركبنا في الباخرة الى عمان. مرينا بعدة موانئ، يعني كانت تاخذ الرحلة معنا تقريبا حوالي اسبوع، 6 أيام 7 أيام حتى نوصل الى مسقط. فكانت رحلة شوي صعبة، شاقة شوي. فهذاك الوقت كان في صعوبة. نعم. في النهاية أبو سامي صحتك ما أريد نتعبك، وأتمنى لك الشفاء إن شاء الله العاجل. أشكرك. وعذرنا على هذه الإطالة. أشكرك. لا والله. في هذا اللقاء. لا والله أنا سعيد. لأننا نريد أن نوثق. أنا سعيد الحقيقة بلقائك وأشكرك جدا. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. إن شاء الله.